كان يفترض أن تكون كأي ليلة من ليالي لاس فيغاس، وجهة الباحثين عن المرح والمتعة، بيد أنها تحولت إلى كابوس للناجين بل ولكل الأمريكيين، وإلى مأساة لعشرات القتلى وذويهم جراء مذبحة اعتبرت أدمى واقعة إطلاق نار في التاريخ الأمريكي الحديث. وكما حدث عقب أي مذبحة سابقة، كان من الطبيعي أن يعود إلى الواجهة ملف السيطرة على الأسلحة أو محاولة ذلك في الولايات المتحدة. ويواجه النواب الجمهوريون في الكونغرس ضغوطاً للتحرك بشأن إصدار قانون لضبط الأسلحة النارية بسبب تكرار جرائم القتل الجماعي. فلدى مطلق النار في مجزرة لاس فيغاس نحو 50 قطعة من الأسلحة النارية وآلاف الذخائر يمكن شراؤها كلها بطريقة سهلة وقانونية. تلك مسألة يقول النواب الديمقراطيون والمنادون بضرورة ضبط الأسلحة تحتاج إلى تشريع جديد لإنقاذ أرواح الأبرياء. كما أن الجديد في مجزرة لاس فيغاس هذه المرة هو استخدام جهاز يمكن الحصول عليه أيضا بطريقة قانونية من شأنه تعديل الأسلحة حتى تصبح أوتوماتيكية. يجب حظر جهاز يحول الأسلحة إلى أوتوماتيكية، فلو كانت تلك القطعة محظورة لكان ضحايا لاس فيغاس أحياء على الأرجح، فمرتكب المجزرة هناك تمكن من قتل عدد كبير من الناس بعد تحويل بنادق نصف آلية إلى أسلحة آلية بالكامل مستعينا بتلك الأجهزة. حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة حق يكفله الدستور، وحسب الرابطة الوطنية للسلاح التي تحظى بنفوذ واسع لدى الكونغرس ولدى صناع القرار في الإدارة الأمريكية الحالية، فإن مجرد التفكير في تعديل ذلك الحق أمر غير وارد. أما الأجزاء التي تحول السلاح إلى سلاح آلي بالكامل فتقول الرابطة إنها ستخضع للوائح إضافية.